اليوم نحن بصدد ندوة حول سردية الدمار وعلاقتها بالتاريخ والمخيال الأدبي. هو عنوان يكاد يكون أكاديمي شوية، لكن هو في النهاية بيبحث عن فكرة أن الدمار يحيط دائما بالتاريخ الوطن العربي، سواء عن قصدية أو عن دون قصد. السؤال اللي بيطرح نفسه بقى في الندوة هو كيف يعبر الروائي العربي عن هذه السردية التي تتماثل أو تتوازن مع فكرة الدمار نفسه كحدث، كيف أنقلها؟ هل هو مشروع نقل تاريخي فقط من الناحية الأدبية، أو هو مشروع آخر لإعادة كتابة هذا الدمار بشكل له علاقة بالأدب أو التحليل في داخل كنه الرواية؟ معنا كاتبين يعني بحجم، زي ما بيقولوا بحجم ثقيل يعني. معنا الكاتب العراقي الذي يعيش الآن في النرويج أزهر جرجيس، هو كاتب روائي وعاش في العراق طول حياته. ترك عليه بعض كتاباته اللي هي تميل إلى السخرية في تعرضه لمحاولات اغتيال. الروائي سعيد خطيبي هو روائي جزائري شاب حصل على عدد من الجوائز، من ضمنها كتارة، جائزة كتارة في الرواية، وحصل أخيراً 2023 على جائزة الشيخ زايد في الإمارات 2023 عن رواية اسمها نهاية الصحراء. كانت الندوة تتحدث عن سردية الدمار وبين التاريخ والمخيال الأدبي. تحدثنا أنا والصديق الروائي الجزائري سعيد خطيبي عن الأمر، وكانت ندوة حيوية وممتعة. أنا شخصياً استفدت من الأسئلة واستفدت من الحضور. يعني سردية الدمار هو كيف تكتب لحظة تاريخية عنيفة، كان تكون حرباً أو تكون على سبيل المثال معركة بين قبيلتين أو مثلاً غزواً أو إلى آخره. المشروع الأدبي هو الفرد، الفرد العراقي، والفرد العراقي بطبعه هو فرد ساخر، يعني حال الفرد المصري والفرد الكويتي والسعودي وكل العرب. فالأفراد الساخرون لابد حتى عندما يعيش لحظة الفقد أو لحظة الحرب لابد أن يكون ضاحكا، لابد أن يعني تأتي لحظة السخرية، هي لحظة المفارقة، وهي طريق يعني الكتابة بشكل ساخر هي طريق سهل لإيصال فكرة ما. مدفع يقذف صاروخا والمعلق يتحدث عن حرب، كانت تلك أول مرة أسمع فيها كلمة حرب مع أنني لم أفهم معناها. عقب عامين من تلك الصورة تعلق بذاكرتي صورة أخرى، شقيقتي التي تكبرني بأربع سنوات وكانت لا تزال طفلة طبعا، تكتب على الحائط أرقاما وتطلب مني قراءتها. كانت ككل الأطفال طبعا تريد أو تحب الكتابة على الحائط. كتبت الأرقام وأجبتها، ثم كتبت بحبر أسود الحائط كلمة الكويت.